الشاب التونسي عطيه يخرج لبرا معناتها ما يهمتوش يموت يحيى يهزوا الماء في الفتره هذه نعتبر الشعب التونسي شهيد. فماش واحد مازال ينجم يعرس كيمشي يعرس يبقى يعاني في المحاكم. واحد حق الليزينغ زادت تسهل للعباد انهم يعرسوا. بلاك المحتكرين علاش ما يعتبروش ارهابيين؟ انت هو محتكر يجوع في شعب هذا يعتبر ارهاب. بيتي ليبيا فيها حرب خير من سعدي. الدوله ما تنتظرش منها حتى شيء ومانا باش نربحوا منها حتى شيء. وذكروه وجهي هذا لانه هذه دوله متاع موت. شنو رايك في وضع الشباب في تونس اليوم؟ والله يا وضع الشعب التونسي مش الشباب برك، الشعب بصفه عامه الوضع تعب على الاخر. معناتها هاك تشوف عندنا برشا نعانيو، معناتها حتى المواد الاساسيه معناتها ما عادش الشعب يعني طالب الغلاء، معناتها ما عادش يحاجوا حاجه باش توفر له المواد الاساسيه. فهمت؟ معناها احنا كشباب ضعنا. هاك تشوف معناتها الشاب التونسي عطيه يخرج لبرا، معناتها ما يهمتوش يموت يحيى يهزوا الماء يغرق في البحر يموت غاديكا. بو انا في الفتره هذه نعتبر الشعب التونسي شهيد، حتى اذا كان مات يعني في البحر والا صارت له حاجه يعني يعتبر في قائمه الشهداء، لانه عانى برشا وتعب برشا في البلاد هذه. البلاد هذه ما تخليكش تحلم، ما تخليكش تعيش، ما تخليكش تفرح. حتى باش تعرس فماش واحد مازال ينجم يعرس، كان باش يعرس يبقى يعاني في المحاكم. واحد فهمتني؟ حتى اللي باش يدز معاه باش يعرس له معناتها يبدا معناتها تو لازمك تعرس لازمك عندك ماليه. فهمت؟ حق الليزينغ زادت تسهل للعباد انهم يعرسوا وقت حاجتهم بالبنايه يهزوا على رواحهم. فهمت؟ لكن وضعنا في تونس والله بالرسمي خاطر ولا حاجه ما تضحكش، لكن بالرسمي تعبنا. ترونسبور هاك تشوف خور كبير ياسر في الدوله، الاحتكار بلاك المحتكرين علاش ما يعتبروش ارهابيين؟ انت هو محتكر يجوع في شعب هذا يعتبر ارهابي وتبقى ليه قانون الارهاب تو يتربوا. هم هكاك باش يتشد ويتسيب وهاي خطيه ما يترباش. يلزمك المحتكر هذاك تبقى عليه قانون زاده تعسوا فيه ياسر تيعدمهم. انت ما غلطت احتكر والا خبى حاجه والا زاد في سوم تيعدمه. الواي قاعد مثلا هو مفسد شعب هذا يلزم تبقى عليه قانون. بيه معناتها انت تويكا تحب تقول لازم اشد العقوبات للمحتكرين. بالطبيعه اشد باش اشد العقوبات يعطيه مثلا خرج له قانون. راه القانون هذا باش يطبق عليك، راك معناتها باش تخدم باش تغلي على العباد والا باش تخبي عليه السلعه باش تحتكر راه باش يطبق عليك. اعلم وصل له المعلومه انت كمحتكر وبطبق عليه القانون. حتى الشعب مثلا يجي معاك راك انت طبقت القانون على السيد هذاك، معناتها انا علمتك مع وما على الرسول الا البلاغ، ومن بعديك انزل عليه. هم باش تجي تسيبه هاي قهوه فماش هاو سكر هاو سميد ما فهم شيء. لا تشجع كالبلد هذه باش تعيش فيها. تي واحد يمشي ليبيا، تي ليبيا فيها حرب خير من نحن بلاد الامن والامان. وليبيا فيها حرب، سوريا تي سوريا خير منها. شعبك سمعت سوريا قال راني جيعان، قال لك راه عندنا حرب ماني جيعان ياكل. بس نحن وغزه كيف الزوز كان موتنا شهداء ان شاء الله. بي انت تويك كشاب ومواطن تونسي، شنو هي الحلول اللي تنتظر فيها من الدوله؟ والله انا ننتظر من الدوله. ساعه الدوله ما تنتظرش منها حتى شيء ومانا باش نربحوا منها حتى شيء. وذكروه وجهي هذا لانه هذه دوله متاع موت. بلاد الرهود تحكم فين يا خويا؟ انت ما كمل قرايته هاك شفتها معناتها الناس كلها خرجت لبرا. اكل معناتها المثقفين نتاعنا مثلا وكل الناس الانجنييرات الكبار خرجت لبرا. وهاك شفت تو انا فما حاجه زاد نخاف منها هنا باش تكلم الحق تمشي للحبس. فهمتني؟ تو كيما زياد الهاني صحاف قال كلمه تو ذيك الكلمه نتاع واحد باش توقف عليها والا صالح عطيه. صالح عطيه شيء احكي معلومه يا اخي ويني حريه الاعلام؟ انا نحب نفهم مثلا يا خويا انتم اعلاميين ويني حريه الاعلام؟ الاعلام تو ما عادش حر. حتى الواحد يبدا السر معناتها من اين لك المعلومه؟ هنا زاد الرا معناتها فساد في الدوله ونسكت على روحي. لانه اصبح اللي باش يقول كلمه حق باش يمشي الحبس باش يتوقف. مرسوم 54 كارثه على المجتمع هذا. فهمتني؟ لهنا برجوليه يلزمهم يشوفوا حل، يلزمهم يتصرفوا انه المرسوم هذا يتبدل. ما نعرفش شكون طلع بيه. فهمتني؟
مرسوم هذا 54 اخطر مرسوم نحسه وانا في الدستور.